رحيل نيلسون مانديلا أعاد إلى أذهان الجميع بعض كلماته المأثورة التي صنعت التاريخ الحديث لبلاده. أقف هنا أمامكم ليس كنبي، بل كخادم متواضع منكم أيها الناس. تضحياتكم البطولية المتواصلة هي التي جعلت من الممكن لي أن أكون هنا اليوم. نحن نمشي إلى الأمام لأن المسيرة باتجاه الحرية لا رجعة فيها. لقد ناضلت بحزم شديد ضد الهيمنة البيضاء. لقد ناضلت بحزم شديد ضد الهيمنة السوداء. أعتز بفكرة جنوب أفريقيا جديدة حيث جميع جنوب الأفريقيين متساوون. جنوب الأفريقيين العاديين مصممون على أن يعرف الماضي لأن هذا الضمان الأفضل كي لا يتكرر. سعيهم لهذا ليس للانتقام بل ليمكننا أن نمضي إلى المستقبل سوية. بعد 90 سنة تقريبا من العمر حان الوقت كي تحمل العبء أيد جديدة. إنه بين أيديكم الآن.